السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مجموعة من العصائر الاقتصادية والبنينة. بزاف المكونات موجودة في البيوت ديالنا، ان شاء الله نقدموها لعائلتنا في الايام العادية وكذلك في رمضان. نبداو باول عصير اللي غنحتاجو فيه المكونات التالية. عندي هنايا شوية ديال الفريز، هاد عند هاد الكمية هادي اللي مجمد عندي. غنحتاجو الحليب، وغادي نحتاجو واحد الحبة ديال البطاطس اللي سلقتها في الماء ومن بعد صفيتها وحيت منها هذاك الماء. وغادي نبداو على بركة الله. غادي نوضع هاد البطاطس في الخلاط الكهربائي، غادي نضيفو عليها الحليب، تقريبا حبة بطاطا اللي متوسطة في الحجم. غادي نضيف عليها هاد الفريز. عندي هنايا واحد 10 ديال الحبات اللي متوسطة. غادي نضيف ساشي ديال الفانيلا، ممكن تستغناو عليه الا ما كانش متوفر عندكم، ونضيفوا السكر على حسب الذوق. انا غادي نستغنى على السكر، وغادي نطحنوا العصير ديالنا يعني. كنطحنوه مزيان مزيان وكنقدموه، راه كيجي خاطر، لان هذيك الحبه ديال البطاطس كتعطي واحد الخطوريه كاننا وضعنا فيه الموز. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، وكتجي فيه الريحه ديال الفراوله زائد الرائحه ديال الفانيلا، كيعطي صراحه كيشهي. نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر، لانه فعلا بنين بزاف بزاف واقتصادي كما كتشوفوا. بالنسبه للعائله ديالكم، راه ما غاديش يعرفوا نهائيا انكم صوبتوا عصير بالبطاطس، خليه سير بيناتنا. لهذا العصير ديال لافوكا الكذاب ان شاء الله واحد نصف حبه ديال الخيار، شويه ديال الخس، يعني تقريبا واحد 4 ديال الاوراق ديال الخس، والحليب. هنا عندي 350 مليلتر ديال الحليب، وكتبقى يعني الكميه على حسب الرغبه، على حسب الكثافه اللي بغيتو نتوما. غادي ندير الخيار في الخلاط، غادي نزيد عليه الخس، من بعد الى جانا ثقيل راه كنعاود نزيدو فيه الحليب، وغادي نطحن. بعد ما طحنت الخليط غادي نصفيه ونرجع باش نكملو التحضير ديال العصير ديالنا ان شاء الله. نصفيه مزيان من هذاك التخت، وغادي نعاود نغطو في الخلاط. غورت بنكهات البيستاش، ضروري يكون بنكهات البيستاش، غادي نزيد عليه. بالنسبة للسكر فعلى حسب الذوق، من الأفضل ما تكتروش بزاف. أنا غندير غير واحد المعلقة تقريبا كبيرة ديال السكر. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، كيجي على هذا الشكل. هذا عصير ديال لافوكا الكذاب، شوفوا كيفاش داير القوام ديالو، راه خاطر بحال ديال لافوكا تماما، والمذاق ديالو راه بحال لافوكا، يعني غير جربوه على حسابي. فهو حل بالنسبه للدراري الصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا هكا الخس والخيار، يعني الخضر، فهو كيكون زوين. غير هو ما تكتروش منه، كيف ما كتعرفوا ان العصائر اللي كتكون من الحليب فصعيبه شويه في الهضم، لذلك مره مره ما فيها باس. وندوزو للعصير الاخر. نحتاجو لهذا العصير ليمونه حامضه، او كما يسميوها في الجزائر القرص، الى غلطت صححوا ليا. هاد الليمونه الحامضه غادي نحاول اول حاجه نزول ليها هاد القشره الفوقانيه، هذيك الصفراء، بلا ما نوصل للقشره البيضاء. نحاول نزول غير هذه، لان هذه
هي اللي مركزه فيها النكهه ديال السيترون. غنحاول نزولها، ممكن تدوزوها في الحكاكي. هنايا خديت نصف ديال الليمونه الحامضه، غادي نديرها في الخلاط الكهربائي، ومن بعد غادي نحاول نقشر هاد الليمونه هذه الحامضه. هذه راها كانت في المجمد وجبدتها وخليتها حتى طلقت مزيان، راها كتزول منها القشره كيف ما كتشوفوا بكل سهوله. غادي نقص الاضاءه، كما تشوفوا راها كتقشر بكل سهوله. حاولوا نحيوا جميع القشره البيضاء، لانها الا بقات كتخلي العصير يكون فيه واحد المروره اللي ما زويناش. نزولوا جميع هاد القشره هذه. صافي، غادي نقطعوا السيترونه ديالنا ونتاكدوا انها ما فيهاش عظام بهذا الشكل هذا. قسموها كامله، حيدوا من هذا العظام. الا وصلنا حتى طحنا العظام، العصير ديالنا غادي يجينا حار ومر. نزول العظام كاملين، غادي نضيف هذا القطع ديال السيترون للخلاط. هي الموز اللي هو مجمد، بالنسبه للناس اللي قالوا لي بان الموز الا تجمد كيكحال وكيخسر، فها انتم كتشوفوا هذا الموز هذا راه ما كحال، ما وقعت له حتى شي حاجه، باقي محتفظ على الشكل ديالو. الا كان عندكم موز طاري استعملوه. في الكاس ديال الخلاط غادي نوضع موزتين، وجبت هنايا الماء العادي من الصنبور الا لانني مستعمله موز مجمد. فإذا كنتم مستعملين فواكه اللي هي بحراره ديال المطبخ، استعملوا الماء اللي يكون بارد من الثلاجه. غادي نضيف هنايا واحد الكميه ديال الماء تقريبا نصف لتر، وغادي نطحنوا. صافي، العصير ديالنا هو هذا. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد، كتضيفوا ملعقه الى ملعقتين على حسب الحلاوه اللي كتفضلوا. انا غادي نخليه هكذا طبيعي، فالحلاوه ديالو راه كتجي ني مقبوله، ممكن تشربوه. لذلك ما غاديش نصفيه لانه كيتطحن عندي مزيان. فاذا كنت الطحانه ديالكم ما كطحنش مزيان، ممكن تصفيوه وتزولوا منه يعني دوك الحبوبات ديال الحامض. انتما كما كتشوفوا راه كيجي خاطر، شوفوا القوام ديالو كيجي خاطر بزاف، ومذاق ديالو لذيذ بزاف بزاف. نتمنىكم تجربوه، راه غادي ينفعكم في رمضان لانه اقتصادي جدا. من حبه ديال الحامض كنخرجوا هذه الكميه كامله ديال العصير، وندوزوا للعصير الموالي. غادي نبداو اول حاجه، غادي نقشر هذه البربه وغادي نديرها في هذه الكسرونه. كيف ما كتلاحظوا البربه قشرتها وقطعتها مكعبات صغيره شويه باش ما تاخذش لي الوقت في الطياب، وعمرت عليها بواحد الكميه مهمه ديال الماء. غادي نديرها دابا تسلق حتى يدخلها الطياب. البربه ديالها هي راه تسلقات كما كتشوفوا، غادي نخليها حتى تبرد تماما، من بعد غادي ندخلها للثلاجه ضروري تبرد، عاد نكملوا ان شاء الله العصير ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنايا درت واحد الموزه في الخلاط، هي اختياريه يعني ما كانتش شي مشكل، غير باش تعطيني ديك الحلاوه للعصير وما نضطرش انني نزيد السكر. الا ما كانش كتضيفوا السكر عادي على حسب الرغبه. غادي ندير الخليط ديال الباربا يعني والماء فاش طابت، هي والماء ديالها، وغادي نزيد هذا الياغورت ديال الفريز. ضروري يكون ديال الفريز باش كيعطينا داك النكهه ديال الفريز. ودابا غادي نزيد واحد الكميه لا باس بها ديال الماء، غنزيدو غير هنا في الكسرونه صافي. غادي نطحن دابا الخليط، ودابا من بعد ما طحن لينا العصير مزيان، انتما كما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي،
كيجي القوام ديالو تقيل وفيه الرائحة ديال الفريز، يعني تقدر تقولوا بأنه مصوب بالفريز. الجزر عندي هنا نقيته، غادي نقطعو طريفات وغادي نسلقو في الماء، نخليه تيتسلق ونعاودو نشوفو تتمة ديال العصير ديالنا ان شاء الله. تسلق الجزر، درتو في الثلاجة حتى برد مزيان كيفما كتشوفو، خليته هو والماء ديالو. غادي نزيد هنا عندي مركز ديال الحامض، هاد المركز راه ديجا فيه السكر، اللي ما عندكمش غادي تاخذوا حامضه وغادي تعصروا العصير ديالها. غادي نضيف دابا المركز ديال الحامض، كيف ما كتشوفوا هذا المركز راه ما كيجمدش، يعني كيف ما كتاخذوه بالمعلقه وغادي نزيد الياغورت. من الافضل انكم ديروا ياغورت يا اما نكهه الخوخ او نكهه المونغ، كيجي رائع. فانا ما لقيتش، غادي ندير غير نكهه الفانيلا. وغادي نطحن الخليط، كنطحنو كيسمح لنا عندنا هذا الخليط اللي هو مركز. غادي نديرو في الكاس وغادي نزيد دابا الماء حتى نلقى يعني الكثافه اللي بغيت. وهذا هو العصير ديالنا، انا درتو شويه خفيف. نتوما كتحكموا في القوام ديالو، يعني كتزيدوا الماء على حسب الرغبه ديالكم. وهذا هو العصير ديالنا، وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتجربوا هاد العصائر كلها اللي اقترحت عليكم في هاد الفيديو ان شاء الله، وديروا لي واحد لايك باش تشجعوني، وما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش، فعلوا الجرس. وبسلام عليكم الى فيديو قادم.